السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بمتابعي قناة أنا ألفو فيما. اليوم جبتكم ثلاثة المواقع، إذا بغيتي في القناة ديالك تحاول تزيد في المشاهدات، تنتشر القناة ديالك. إذا أي قناة، أي فيديو حطيتي هو أنه كيعتمد على الكلمات، مفاتيح ديال الكلمات، أي عنوان حطيتيه ضروري خص يكون فيها بعض المفاتيح اللي ممكن يخول الفيديو ديالك يتسارى ويدور على شكل. إذا أجمل من هذا المهم، وأنا عندنا ثلاثة هما هادو اللي غتلقاهم في الوصف، ثلاثة اللي غتلقاهم في الوصف، هاد ثلاثة المواقع طريقة الاشتغال ديالهم هما هادو. مثلا هذا كنجيو لهنا كنحطو كلمة، مثلا نعطي مثال بالعربية، المطبخ مثلا. إذا في هاد الحالة هادي ها هما كيعطيك ترتيب المطبخ، المطبخ، أسرار المطبخ مع سمير، تنفيذ المطبخ، تصميم المطبخ. إذا هاد الكلمات المفتاحية. مثلا نعطيو شي مثال آخر، عاود أكل فوائد الزيتون مثلا، فوائد الزيت مثلا، كنديرو هكا أو كيعطيك هنا زيت الزيتون، فوائد زيت الجوز الهندي إكسيتيرا، يعني كاد. وكندير كوبي وكنديرهم لي طاق فين كنحطو المفاتيح من داخل من كنحط الفيديو ديالي. أهم ما عجبنيش شي واحد هنا كنحولو، كنكليكي هنا نحي ما تعجبنيش هذا، يعني عندك الطريقة ديال الاستعمال. هذا الاول. بالنسبه لهذا الثاني كذلك، لاحظوا معايا مثلا هنا غندير باور ايزو مثلا، عفوا مزال كيكتب بالعربيه، باور ايزو. غنجي لهنا غندير له فين المئات عندكم هنا امازون، فين يعني شوفي كتشتغل باش. اذا ايزو هما كيعطيهم لي تبارك الله. اذا كل من الوالا هما اللي عندهم القيمه، شوف شوف تبارك الله ديال المفاتيح كاينين جوج. دونك كنحاول نبدا من الاول، مثلا هذا 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 واحد 15. ونجي هنا بالنسبه لهذا الموقع هذا تكريي فيه واحد لي مايدير خاص بك. كنجيو لهنا كنديرو داول ان دي تكست ولا داول كوبي اللي بغيتي، المهم هادو داول. ها هما كيتسجلو لي اهو، عفوا وديك الساعة كنكوبيهم واحد بواحد هنا، واحد الأول الثاني، وكنحطهم في المكان ديال المفاتيح. الأخيرا هذا كذلك، مثلا الوورد مثلا كندير ريسيرش عليه أهو، بغيتي القناة ديالك تزيد القدام وأن هاد المفاتيح بقا تستعملو. وغنجيو لهاد تيليشارجي، تيليشارجي بار إكسيل ولا بار إكسيل مثلا، هاهما تيليشارجيهم، غنفتح هاهما المفاتيح. بغيت هدا كنكليك على بوطون كوبي، وكندير فين كنحطو في القوائم ديال المفاتيح، ونعاود كذلك هذا وهي غدي كتختار. شوف تبارك الله شحال عندك، راه من المفاتيح، راه ما تختار. وتحياتي غير تحياتي لكم وشكرا.